مطلب لا يتحقق، هكذا اعتبره مواطنو طول كرم عندما تحدثوا عن مشكلة انقطاع الكهرباء لعدة مرات خلال اليوم. مادى لاستفزازهم وغضبهم بسبب هذا الانقطاع الذي سبب لهم العديد من الأضرار على المستوى الشخصي والاقتصادي. احنا بنشتغل بمادة اللحمة، اللحمة ممكن تكون إذا استمر قطع الكهرباء تعرض للخطأ. في يعني هي الشغلة كثير كثير بالنسبة لنا صعبة 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 للغاية يعني. هي تفضلي بتقطع وبتشتغل، هذا بيأثر على المطارات الكهرباء عندنا. المطارات تبعات الفريزرات ثلاجات ممكن إذا استمر قطع الكهرباء إنه يأثر على اللحمة. فهي مشكلة حقيقة بنعاني منها إحنا هنا في طول كرم، معاناة رهيبة. مشكلة مستعصية قديمة جديدة مش شايفين لها حل. يعني بالنهار اللي قصير طالها شايفها 5-6 مرات، عايزين مثلا امبارح هي تركنا موتور ثلاجة محروق. السنة الماضية انحرق عندنا موتورين، كل موتور حقه 2500 شيكل، انحرق عندي تلفزيون بالدار. ممكن السنة بتقطع فترات بسيطة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، بس المشكلة لما ترد ترجع مرة ثانية بترجع قوية تكون مضغوطة، فبتعمل المشكلة بالأجهزة الكهربائية والأخص اللي عندهم مثلا مواد لازمة ثلاجات، فهي مشكلة. المشكلة القديمة الحديثة تزداد مع تقدم الزمن لازدياد الكثافة السكانية والتقدم العمراني دون العمل على زيادة القدرة الكهربائية التي تتناسب مع هذا الازدياد. قطع الكهرباء سواء بالصيف ولا بالشتاء البشرية بتكسر والبنايات تكسر، والكهرباء قد ما يكون لسه قد ما بدهم يعطوا الإسرائيليين للبلدية يعني كهرباء راح تكون أقل ما هو المطلوب. الناس كثافة البشرية وطلبهم للكهرباء راح تضعف الكهرباء ويصير قطع كهرباء على بعض الأحياء أو بعض المناطق. لازم الناس تكون في بيتها مقتدرة بالكهرباء، بدل ما شغل المكيفين ثلاث بشغل المكيف. هاي قطعات الكهرباء صار لها أسبوع متواصلة مشكلة، يعني ثلاجات مواتير ومكلفة هذه الأمور، ما حدش بيطلع علينا لما يخرب الثلاجة أو المطور الثلاجي 670 شيكل، ما حد بيطلع علينا ولا حد بعوضنا. فبدها الأمور يعني بزيادة عملية تحسين في الكهرباء. البلدية بدورها وخلال حديثها معنا عزت السبب إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستهلاك في القدرة الكهربائية دون السماح من الجانب الإسرائيلي باستخدام طاقة أكثر من الحد المسموح به. نظرا للأجواء الصيفية الحارة وارتفاع في درجات الحرارة يتم زيادة الاستهلاك في التيار الكهربائي، مما يؤدي تحمل الشبكات وزيادة في الأحمال الرئيسية، وهذا يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، حيث مسموح لنا من الشركة القطرية ب 360 أمبير ويصل الحمل عندنا إلى 405 أمبير، وبعدها يتم فصل المفتاح اوتوماتيكيا، ثم بعد دقيقتين يتم إعادة الكهرباء اوتوماتيكيا. نحن نطالب المواطنين بالترشيد في استهلاك الكهرباء، بتشغيل المكيف بدل المكيفين، بتأجيل العمل في الظروف الحارة وارتفاع درجة الحرارة إلى أيام باردة يمكن أي أيام معتدلة ممكن أن يكون فيها درجات الحرارة تسمح بتشغيل المعدات. الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بطول كرم بات أمرا يغضب المواطنين ومعضلة أمام صاحب القرار يبحث عن حل نهائي لها. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.